اللهم
ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم اغفر له. هو عز عدل. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم اغفر له. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم تجاوز عنه. اللهم تجاوز عنه. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم تجاوز عنه يا ذا الجلال والإكرام. عامله يا ربنا برحمتك. انت اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم تجاوز عنه. اجعل هذه الليلة اسعد ليالينا. يقول ربنا جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا بد أن نصبر وأن نحتسب. يقول نبينا صلى عليه قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا أصابته مصيبة فقال الحمد لله. صدرك يا رجاء الصوت الصوت أخوانا. يقول ربنا، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا أصابته مصيبة فقال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتك واخلق لي خيرا منها إلا وأبدله الله خيرا منها. فأوصي الأسرة الكريمة أن تصبر وأن تحتسب وأن لا يتكلموا إلا بما يرضي الله تعالى. كما نسأله سبحانه أن يجعل ما عاناه في الدنيا من بلاء ومرض تكفيرا لذنوبه وتطهيرا له من خطاياه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبتلى المرء على قدر دينه. وبين أن البلاء من سنن الأنبياء، وبين أن البلاء يكون سببا في تطهير الذنوب. فلا بد لنا أن نأتم خلوا الراجل ده سنه الصوت. يا اخوانا الرجال عامله كده ليه؟ الرجال عامله كده ليه؟ لابد ان نصبر وان نحتسب. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. ان اصابه سراء شكر لو في نعمه بشكر ربنا، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك الا للمؤمن. فلا بد لنا ان نصبر وان نحتسب وان ندعو لهذا الرجل رحمه الله، كما علينا ان نستعد. كل واحد له ساعه وله وقت، لا بد ان نؤمن بذلك. فروي ان الانسان عند موته ياتيه ملك الموت فيقول: يا ابن ادم، بحثت لك في الانهار والمحيطات على شربه ماء فلم اجد لك. قال له: لفيت ما عادش لك شربه ميه في الدنيا. يا ابن ادم، بحثت لك في هذه الدنيا على لقمه عيش فلم اجد لك. خلاص انتهى امره بامر الواحد الديان. اي انسان انتهى امره من الدنيا يقول له ملك الموت هذه الكلمات، لانه مامور من الله جل وعلا.